ملاجئ يوم القيامة، ما علاقتها بالأزمة الأوكرانية؟ منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا وتهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتعلقة بالأسلحة النووية، على خلفية العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا، تزايد الطلب في أمريكا على ملاجئ خاصة تسمى ملاجئ يوم القيامة. ماذا نعرف عنها؟ يستخدم في بنائها 100% من الحديد الصلب، يتم دفنها تحت الأرض على عمق يتجاوز 3 أمتار للحماية من القنابل. يمكن أن تحتوي على غرف نوم، صالات رياضة، حمامات سباحة، غرف ساونا ومسارح. القدرة الاستيعابية في بعضها تصل إلى نحو 44 شخصاً. أسعارها تتراوح من 40,000 دولار وصعوداً إلى أكثر من 8 ملايين دولار.